انتصار معركة الكرامة والحرية حمل معه تحولا جذريا في الحياة المعيشية والإنسانية للأسرى، وكسر شوكة السجان الذي رفض مرارا التفاوض معهم. هذا ما أكدته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في مؤتمر صحفي عقد في رام الله. إضراب وصف بالأصعب، لكن عذابات الأسرى نجحت في تحصيل 80% من مطالب الحركة الأسيرة. المطالب المطروحة هي مطالب شاملة تتعلق بكل تفاصيل الحياة الإنسانية والاجتماعية للمعتقلين الفلسطينيين. وربما يعني بتطلع على المطالب، كل مطلب بجوز يحتاج إلى إضراب لحاله، كل مطلب. الاتفاق بين مصلحة السجون وقيادة الأسرى شرع في تنفيذه. بنود عديدة قيل أنه لن يتم الإعلان عنها، لكنها ستطبق بمتابعة من لجنة مشتركة من مصلحة السجون والحركة الأسيرة. أما ما أعلن عن إنجازه فهو إطالة فترة الزيارة ورفع المنع الأمني عن الأهل من الدرجة الأولى والسماح بزيارة الأشقاء والأحفاد وتحسين ظروف اعتقال الأسيرات وتحسين الأحوال في مستشفى الرملة ونقله إلى قسم آخر بتجهيز أفضل. في بعض المسائل اللي يعني عمليا تحتاج الى وقت، يعني اذا بنحكي مثلا عن تركيب مكيف هوائي، مكيف هذا بيحتاج لكهرباء وتمديدات وما الى ذلك. في مسائل فيما يتعلق بزياده وقت الخروج للساحه هذا بتنفذ فورا، مثلا اعاده الاسرى الى اماكنهم، انتقل الاسرى وعاد كل الى السرير الذي كان ينام عليه. في مسائل الزياره ستستأنف فورا، الزياره الثانيه مع كل ما يترتب عليها. فيما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن تعيين كريم يونس في اللجنة المركزية لحركة فتح يحمل دلالات عديدة، من بينها رفض الفلسطينيين لوسم الأسرى بالإرهاب وتأكيد وحدة الفلسطينيين في أجزاء الوطن المحتل. كما أكدت أن مروان البرغوثي أجل تعليق إضرابه إلى حين لقائه قيادة الإضراب في سجن هزاريم، والتأكد من أن إسرائيل أوفت بالتزامها بعدم فرض عقوبات عليهم وإعادتهم إلى سجونهم السابقة. انتصار معركة الكرامة والحرية من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الحركة الأسيرة، لكن المطلوب تعزيزه والبناء عليه. نسرين سلمي، رام الله، الميادين.